في فود؟ اتفضل. لحالك؟ نعم. عظيم. في شيء استفساري؟ ما بعرف، أنا بدي أسألك في شيء؟ ما فهمت. سارة بليز، بديك تكوني صريحة معي. في شيء عم بصير ما عم بفهمه. ولا أنا عم بفهم يا أستاذ. ليه حضرتك هون ومين دلك على العنوان؟ أنا هون لأني حاسس إنه أنت بدك إياني أكون هون. نعم. وبالنسبة لعنوان بيتك، سألي صاحبتك ليلى. مين صاحبتي ليلى؟ منيحة هيدي. قال شو؟ قال سرقت رقمي من تليفونك وتلفنت لي حتى تتوسط لك. يا استاذ طارق يا ريت بتوضح لي، لأنه ما عم بفهم عليك شيء. سارة اسمعيني كثير منيح. إذا فكرك أنا إنسان عاطل عن العمل وما عندي لا شغلة ولا عملة، بتكوني غلطانة كثير. يا استاذ طارق اسمعني أنت كثير منيح. أنا ما عندي صاحبة اسمها ليلى، وما حدا أخذ رقمك من تليفوني. لكن منين هي ليلى اللي اتصلت فيي؟ قلت لك ما بعرف. طيب رح اتصل فيها بركي بتصدق. مسكر خطه. صدقتني هلا؟ ليش بدي صدق؟ وليش انا بدي صدقك؟ مش يمكن حضرتك عامل لعبه لحتى تجي لهون؟ لعبه؟ انا بدي اعمل لعبه حتى اجي لهون؟ لا حبيبتي، انا ماني من هذا النوع. ولا انا من هذا النوع يا استاذ طارق. بترجيك تمشي من هون هلا، لو ما بدي حدا يشوفك ومش ناقصني مشاكل. وانا بكفيني مشاكلي. باكد لك انه انا ما بدي شيء منك. بتشكرك على كل شيء عملته لحديت هلا، وبعتذر منك اذا سببت لك اي مشكله. ما بيعمل هيك. ريم عم بقول لك سارة شافته بعيونها. مش معقول. هيدا اللي صار. ما بصدق. شو يعني سارة أختك كذابة؟ أنا ما قلت إنه سارة أختك كذابة. قلت لك سارة شافته بعيونها، قلت لي ما بصدق، يعني سارة أختك كذابة. ما بعرف إذا سارة أختك كذابة، بس بعرف إنه خيي منه وقته ورخيص لهالدرجة. هيدا اللي صار، وسارة واجهت عصام وعصام ما نكر لأن ما كان في ينكر، شافته بعيونها. على كل حال أنا ما عم خبرك هلا لحتى نقيم الوضع ونحاول نتهم ونبرئ. أنا عم خبرك وقلك بس لما تنفضح هالقصة، قصتنا رح بتصير مستحيلة. ليه؟ كيف ليه؟ هيدي مشاكلهم الخاصة بقلب بيتهم وهن بحلوها. سارة بدها تطلب الطلاق ريم. شو؟ مش حقها؟ أنت إذا لقطيني من بعد ما نتجوز مع سكرتيرتي بتطلبي الطلاق ولا بتعتبريه مشكل عادي وبينحل؟ عصام وسارة بدهم يطلقوا؟ مش عم صدق. ولما وأمين؟ ما تخبري حدا ريم، وما تخبري أهلك. بكره بس تكبر القصه بتنفضح منها لحالها. ونحن شادي؟ نحن ما بعرف. اجا لهون، كان عندي بالبيت. مين؟ طارق. طارق كان عندك بالبيت هون؟ كان كثير معصب، قال شو انا بعثت له صديقتي ليلى لتقنعه يتصل فيي. لانت عندك صديقه اسمها ليلى؟ انا عندي صديقه اسمها لينا يلي هي حضرتك. لا، هيدا مسلسل مكتوب خالص. تفضلي عادي خبريني بالتفاصيل المملة. اكتشف لي مين اشترى الرقم. بدي الاسم الثلاثي، العنوان والمهنة. اوكي اوكي ناطرك كل المعلومات عفيف كلها. اوكي انتبهي منه، هيدا ضارب عينه عليك وحاطك براسه، عم يخترع قصص ليتقرب منك. انتبهي منه. سارة بتقولي هيك؟ طب شاب مثل طارق شو بده مني؟ يعني كيف شاب مثل طارق شو بده منك؟ شو هالتخلف بالتفكير هيدا؟ لك يا لينا، شاب حلو مثل طارق، معه مصاري، عنده مركز، وخطيبته حلوه، شو بده بمرة مثلي محشية مشاكل؟ ومثل القمر، هيدا اللي بده اياه. شو هالوطاوي هي؟ يعني ليه وطاوي؟ هيدا احساس طبيعي كل واحد بيمرق فيه، انه مش صايرة معك يعني ولا مرة، عجبك شكل الرجال وطلع على بالك. يعني شو بكل يوم انت وافكارك للخوطة؟ يعني هلا بتقولي انه ألف هالقصة لحتى يجي لعندي؟ طبعا. عندك غير تفسير؟ لا. ايه خلص انسي نهائيا، ركزي على شغلك الجديد، اهم شيء عشيه تقنع جوزك بالوظيفه عند اللي اسمها فدوى. قولك رح يقتنع؟
هيك شغيل؟ لا لا وين ركزك؟ وهربانة عروتك من مين؟ مني أنا؟ وليه بدي أهرب منك يعني؟ لأنك شفتيني واقفة على البلكون وشفتك مع مين وصلتي؟ وصلت مع شادي ماما، مع شادي خيّة لسارة مرت ابنك، ما بعتقد إنه فيها شي عيب ما هيك؟ لا عيب وستين عيب. كم مرة قلت لك ما تتعاطي مع هالشاب؟ بس الهيئة ما بتجي بالمنيح. ليش وبي شادي ماما؟ ما بشي، أحسن منا وخير منا، بس نحن ما بدنا إياه. طبعاً أحسن منا وخير منا. والله ستريم ما بقى عجبينك نحنا؟ طالما هيك أنا رح أخبر خيك عن علاقتك بالخوجة شادي، خليه يعرف يتصرف معك منيح. أنا لحد هلأ مسترة عنك، لكن هلأ خلص رح خبره. خبري، مش فرقانة معي. مش خايفة من خيك؟ وليه بدي خاف منه ماما؟ لا تكون مفكرة أنه عصام أحسن من شادي. غلطانة كتير حبيبتي، غلطانة. سكتوا لي، اوعى تجيب بصيرة خيك بالعاطل على لسانك. خيك بيسوى مملكة، فهمي؟ حرام شو مغشوشة. عجبك بنتك شو عم تحكي عن خيا؟ عجبك هالابن حرام كيف عم بكرهها فينا؟ روقي حاجة صرخي، خلينا نفهم شو بها. روقي ركي. عصام صاير لي شغل بمحل بياضات ومناشف وقصص للبيت. لمرة اسمها فدوى وصلت لهون بالصدفة وخبرتني انه بدها مرة تشتغل عندها نص دوام، وسبت واحد فرصة. فقلت انه هالدوام ما بيتعارض مع دوام الاولاد، وانا كتير عبالي اشتغل، واذا ما ارتحت بترك. شو رأيك؟ اوكي اوكي وافقت؟ وافقت من دون ما تعرف وين المحل وقديه رح اقبض؟ معقول؟ هي علينا سارة، إذا قبلنا بتزعلي وإذا رفضنا بتزعلي. عن جد احترت معك. قلت لك ما بدي أظهر ماما، اتركيني. ما بدك تتعشي يا بنتي؟ لا مش جوعانة، ما تنام اتركوني. يجي يشوف شو قصتها هلا بالليل. تذكيه بلا ما تشغلي له باله، بكره بتقوم منيحه. دخيلك انت وحلولك شو نافع. بونجور بابي. بونجور. وين البونجور لبابي؟ بونجور. يلا على الاوتوكار. ألو أهلاً، كيفك؟ شو بين معك شي؟ عن جد؟ طيب بتلاقيني بالورقة على المكتب؟ بدي أشكرك عفيف، كلك ذوق. يلا رح أترك بالمكتب. إيه بالمكتب عندي. الله معك. ليه هيدا الشغل قبلته بسرعة وهيداك عملت لي عليه مشكلة؟ لأنه هيدا خبرتيني عنه وهيداك كان بالمخفي. كنت رح خبرك عنه كمان من بعد الاحتفال. كنت رح تخبريني عنه من بعد ما احتفلت وجمعت العالم كله. سارة، أنا عندي نية إن نصلح الأمور بيناتنا، وموافقتي على شغلي بتبرهن لك عن حسنيتي. مرهن حسنيتك للآخر وشحات راغدة من الشغل. قلت لك هيدا الموضوع أنا بعالجه، انت نسي. بهالبساطة عم تطلب مني انسى اللي شفته عصام؟ طبعا بهالبساطة، لانه اللي شفتيه بسيط ما بيحرز كل هالايام. كل رجال بيغلط وانت بتعرفي، وعادة المرأة بتسامح جوزها الا اذا كانت ناطرته على غلطة لانه هندم شريعة تانية.
كيف يعني مشاريع تانية؟ يا أمي فهمك كفاية حمد. رامي سعيد؟ مين رامي سعيد؟ مرحبا، ممكن احكي مع استاذ رامي لو سمحت؟ حضرتك كيفك؟ معك طارق سالم. بونجور. يا اهلا يا اهلا بالحلوه يا اهلا بالقمر. كيفك مدام فدوى؟ الحمد لله، الهيئة الجواب إيجابي، وإلا ما كنت شفتك هون، كنت تلفنتي. مزبوط، الجواب إيجابي، رح أشتغل عندك. خي، يعني جوزك قبل؟ قبل. يا ريت بتعرفيني على نوعية الشغل و... ونتفق على كل شيء. أكيد، تفضلي. لا والوزارة بعد 10:30 مش معقول هيك. مش معقول سارة صغيرة ما بتنحملي، مش على اساس رايحة على الشغل؟ حسام في فوت ولا بضل واقف على الباب؟ تفضل. في اقعد؟ تفضل. سوري على الفوضى، بس كنت عم بكتب للخمسة الصبح لبيت لخفيت بعدني شوي. سيدة عم تكتبي على اللابتوب مع انك كنت رافضة هالشي رفضا قاطعا. ما في اتخلى عن الورق وريحة الورق لما تتفاعل مع ريحة الحبر وشخطة القلم، ما في شي بوزيها بالعالم. مزبوط، هيك كنت من سنتين، بس لسوء الحظ جرفت لعالم تكنولوجيا والوقت السريع. مش مهم بشو عم تكتبي، المهم اللي عم تكتبي حلو كتير. عم بتتابع؟ بحب واعجاب. اف، ولا مره بعتلي مسج تهنية. كنت مفكرتك مسافر مثلا او نسيتني نهائيا. مزبوط كنت مسافر، بس في فضائيات بالحياه. كيف الأولاد؟ نعم منيح القهوة هلا؟ كتير منيح. هيك منوعة نتكي دي أو برجع لك. أخيك كيف تعرفت من بيتي؟ كتاب المشهورين ما بيتخبوا ستلينا. هيني شغلة مش صعبة. الصعوبة مش بالبضاعة، الصعوبة بالزبونات اللي جايين يشتروا البضاعة. بده يكون بالك طويل. صدقيني رح يكون بالي طويل كتير. امتى فيني بلش؟ من هالتكة إذا بدك. لا خلينا لأول الجمعة، التنين الصبح ببلش بالدوام. مثل ما بتحبي، اعتبري المحل محلك.
مرحبا. وحياتك، هيدي نمرة شو لقيتها عندي على السيلولير؟ مكتب أشار سيارات؟ لمين المكتب؟ ليش موتر هالقد؟ هلأ سارة بتكون عند عمتك بالمحل. ايه وين مشكلة؟ ما بدي أذيها راغدة، بالنهاية هيدي أم ولادي. تأذيها؟ ليش عند عمتي بالمحل في قصف مثلا؟ بلا مسح بليز. صحيح ما بقى أحبها لسارة، بس بالنهاية هيدي أم ولادك، فهمناها هيدي. حبيبي نحن مش عم نأذيها، نحن عم نمسكها بقوة ونخليها تحت نظرنا، لحتى إذا حاولت تلعب اللعبة هيك أو هيك وتحاول تقشطك الولاد، نعرف كيف نمنعها. هيدي جريمة؟ بلكي عرفت إنه فدوى عمتك؟ فدوى عارفة بكل التفاصيل، مش رح تغلط قدامها، ارتاح. شو عاملة فيه انت يا بنت؟ هلكتيني بربك. بعد ما شفت شي فيه وتراقبني. مش عم داوبك، عم اطلع فيك. بركي بلاقي اجوبه لسؤالاتي. شو هن سؤالاتك؟ لما تزكتيني من سنتين قلتي لي انه ما بقى بدك هالعلاقه، ما بدك تخسر سنين عمرك وانت ناطره لوحدك. افتكرت انه تركتك لتربح سنينك وعمرك. شو شايفني عم بعمل؟ شايفني خسران سنيني وعمري؟ بالنسبه لشغلك لا، اسم الله عليك، بس حياتك الخاصه. شو عرفك بحياتي الخاصه انت؟ هي قدامي سهر لها بكره الصبح بالكتابه ونومي بالتخت لوحدك حسب ما بعتقد. عم تحكي عن زواج وارتباط احسان؟ يعني انا ما بدي ارتبط، بس هيدا الشيء ما بيعني اني وحيده. انت تركتيني ونهيتي حبنا الكبير لترتبطي. لا، أنا تركتك لأني كنت وحيدة، كان فيي أنطرك كل عمري، بس ما بقى فيي أكون وحيدة. في حدا بحياتك؟ هلا سألت عن بيتي وجيت لعندي وعذبت حالك لتعرف إذا في حدا بحياتي ولا لا؟ أكيد في شيء شغل لي راسي وبدي اعرف ليش. لينا انت بتعرفي انا احترمت قرارك، احترمت وما زعجتك ابدا. انت ما زعجتني مش لانه احترمت قراري، انت ما زعجتني لانه قراري ريحك. تركتك من سنتين واخذت القرار الصعب يلي انت كنت حابب تاخده، بس ما قدرت، مشان هيك تركني فل. ما بقى في لزوم نضحكها بعد احسان، انا هيك مرتاحة، اتركني مرتاحة بليز. راحتك. قبل ما فل بدي اسألك سؤال يا ريت بتجاوبيني عليه، مع انه ما بغير شيء. حبيت حدا من بعدي؟ احسان عمول معروف. لينا بدي اعرف، حبيتي حدا من بعدي؟ هلا تأكدت ان بعدك بتحبيني؟
مثل ما انا بعدني بحبك تماما. تانين 9:45 بتلاقيني عندك، وانا بجي اول نهار بفتح فيك وبعدين بتاخذي المفتاح معك. اتفقنا. انا كثير مبسوطه فيك. وانا كمان. باي باي. باي. الو ساره، انا طارق، لازم شوفك هلا. يا استاذ طارق ما بقى تحرجني عمو المعروف، انا ما فيي اشوفك. ساره، في شيء ضروري لازم تعرفيه وبسرعه، شيء بيختص فيك وبالاتصال الكاذب تبع صاحبتك ليلى. رجعنا لقصه ليلى؟ بليز خليني اشوفك 10 دقائق بس، اكتشفت كل شيء وعرفت مين هي ليلى. طيب اوكي استاذ طارق، بشوفك انا وصاحبتك. وين بتحب نلتقي؟ شو يعني زر بحالها بالاوضه ماما؟ شو بها؟ شو قايلتي لها؟ صار لها من امبارح هيك، لا اكل ولا شرب. دخيلك امي تعشف اختك شو بها؟ ما يكون ابن الحرام عمل لها شيء. مين ابن الحرام؟ شادي خي مرتك. شادي؟ شو خاص شادي؟ هيك لكان. طيب ماما، هلا معجوق كثير، بعد الظهر بيجي صابك. ايه دخيلك يا ابني، ما تنسينا، انا كثير خايفه عليها. ساكت لأنه بفكر اللي طعمين الضرب إنه قدر يضحك علي، وبذات الوقت ما بدي أتركك تفكري فيه بطريقة بشعة، مثل مثلاً إني اخترعت هذه القصة تقرب منك. مشان هيك أنا لحقت قصة صاحبتك وقدرت أحصل على اسم صاحب الرقم وعنوان شغله، اتصلت فيه وقال لي إنه اشترى هذا الخط لأخته. احتلت عليه وقلت له إنه صاحبة هذا الرقم ربحت جايزة، أعطيني اسمه ورقمه وعنوان شغله. طلعت راغدة سعيد سكرتير جوزك. شو؟ نعم مثل ما عم بقلك، سكرتير جوزك اللي على الأرجح هي عشيقته، ما هيك؟ وليه بدها تعمل هيك؟ تتخلص منك وتحصل على جوزك. بدها ليش يا سارة؟ معقول عصام يكون عارف؟ هذا اللي أنا ناوي أعرفه بس واجهه بالحقيقة. لا أكيد لا. كيف يعني لا؟ بدك إياهم يضلوا مفتكرين حالهم ربحانين؟ يا أستاذ طارق، إذا واجهته رح يعرف إنه عم نلتقي، بكفيني مشاكل. ليش ما بتتركي؟ اتركوا؟ واترك البيت؟
لوين بدي اروح؟ استأجري بيت لإلك مثلا؟ هالسهولة؟ ميرسي سارة، في شاب صديقي بأجر بيوت مفروشة، خليني ساعدك. بتشكرك. نعم بمكتبه، بساعدك فيه؟ خدمي لعنده بس. طيب تفضل معي. ممكن تبعت ورا راغد يا سعيد لو سمحت. ما انا لو بعرف شيء عن خصوصياتي كنت بجرب احذر، صار لي سنه بخبرك كل اخباري وانت ما بتخبرينا شيء، هالقد ما بوحي لك بثقه؟ ما تقولي هيك، مش الحق عليكي. انا قصصي بلا طعمي. بلا طعمي وعيني فيكي هيك؟ طب انا قبلين اعرف شو هن هالقصص البلا طعمي. مش هلا ساره، مش وقت. ليش؟ لانك ما رح تفهميها ولا رح تفهميني ولا رح تسامحيني. سامحك على شو؟ انت صاحبتي الوحيد بهالعالم، قولي. رجالي كنت حبه، اجا زارني اليوم على بكره. ليك شو محتالي؟ عندك رجال بتحبيه مش بخبرتيني؟ طب شو صار؟ ليه عم تبكي؟ لانه كان صار لي سنتين مش شايفته، وبس شفته اكتشفت انه بعدني بحبه. ليه تركته؟ أنا تركته. ليش؟ خلص أرا بليز خبريني، بدي أعرف ليش. لأنه مجوز وعنده ولدين. شفت عينك ما رح تفهميني؟ إيه أنا حبيت رجال مجوز وعنده ولدين، حبيته 7 سنين منيح هيك؟ أنا مثل رغدة اللي خربت لك بيتك سارة. تعال هلا عرفتي خبيتي، صار فيك تفلي وما ترجع اذا بدك، مش مشكلة. غلطان بالعنوان استاذ طارق. ابدا مش غلطان. سأل الست اذا هي ليلى او لا. هيدي راغدة سكرتيرتي. خبري يا سكرتيرته العزيزة كيف اتصلت فيي على أساس إنك ليلى صاحبة مرته سارة، كيف طلبت مني روح زورها بالبيت. شو؟ مش مزبوط. وهذا الخط باسم خيي لسكرتيرتك يلي اتصلت فيي من خلاله. عيب، عن جد عيب. على فكرة مرتك صار معها خبر سكرتيرتك شو عملت، فشوف كيف بدك تخلص حالك قدامها. هذا واحد كذاب. انت اتصلتي فيه؟ منين جبتي رقمه؟ كنت عم بحاول برهن لك انه سارة عم بتشوفه، كانوا عم بيقابلوا بعضهم عصام. اسكتي راغدة. مرتك عم بتقابل هيدا الشاب الحلو، وانت بعدك حاسس بالذنب كيف شفتك معه؟ مين قال لك عم بتشوفه؟ ما سمعتوا شو قال؟ قال مرتك صارت عارفة بكل اللي صار، كيف عرفت؟ هو قال لها. اسكتي راغدة عم اقول لك. الو
ايه ماما خير، شو فيه؟ شو؟ ريم غطى قلبها؟ طيب ماما جاي. طيب يا ويلي شو هالنار. انت حسابك معي بعدين. بالي شوف حدا. اوكي بس ليه ما عبالك تشوفي حدا؟ مكرهه فينا على خوجها شادي. ام عصام روقي. انت ضلك ساكت تحكي، انا بس احكي انا سكتني. روقوا شوي. لم روم، شو علاقتك بشادي حبيبتي؟ بحبه وبحبني، في مشكله؟ اكيد في مشكله. شادي شاب بلا علم وبلا ثقافه ومش من مستواكي، حتى لو كان خيه لساره. أنا مش عم بدفع عليكي بلوي بالجامعة حتى تاخدي واحد بلف سندويشات. ليش باية اللي بلف سندويشات؟ على القليل بيحبني وفي وآدمي. شادي مش لإلك وممنوع تشوفيه بعد اليوم. ما لك حق تمنعني. بلا إلي حق امنعك. أنا خيك وبعرف مصلحتك أكثر مني. مش لتعرف مصلحتك بالأول؟ روح حل مشكلتك مع مرتك قبل ما تجي تحل لي مشكلتي. ولهيبتك مع خيك؟ خيك ما عنده مشاكل مع مرته. بلا عنده. سارة قالت له لشادي إنه شفته مع سكرتيرته بالمكتب. فيك تنكر؟ فيك تنكر عصام؟ أنا مش مضطرة أسمع نصايحك من اليوم وبالرايح، أنت مش خيي اللي كنت حبه وأحترمه. عصام 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 علي الحرب بشراسي، ما هيك؟ شو في عصام؟ شو بيك؟ بتحبيه وعم تعملي خطه لتاخذي الاولاد وتهربي لعنده، مش هيك صار؟ مش عم تحكي عصام، مش عم تفهم شي من شي. ما عم تفهمين كثير منيح. خبرتي خيك عني مع الراغد اللي يخبر الكل، تطلعي انت الضحيه وانا العاطل وتاخذي الاولاد وتهربي وتروحي لعنده صار. حلوه خطتك، ذكيه ما بيها شي. حلو طارق وذكي. مبسوطة معي يا حلوة؟ مبسوطة؟ شو عم تحكي عصام؟ شو عم تحكي؟ ساعي لهون خليك تشوفي نهار حلو بحياتك. الله لا يخليني صارة وكتبني ساعي لهون ورايحة روحي برا برا. منروح اليوم بس، وانا بسرعه بلاقي لك بيت وبكره بتنقل عليه. وبالنسبه للمصاري ما تعتلي هم، انا بهتم بكل شيء. هلا بدي البيت، وبالنسبه للمصاري بكره بدي لك اياهم. يا الله حصاره شو عنيده. طيب انا واصحابي مستاجرين بيت، معي مفتاح وما في وحده هلا،
بتروحي على اليوم وبكرة الله بيدبرنا. يلا هون بدك تقعدني؟ هلا هيدا الموجود. ابننا لمدام سالم عنده شقة مفروشة للأجار، اتصل فيه يمكن يساعدنا. حافظة رقمه؟ ايه 03 وين ماما؟ ليه رح تنام بدون الماما؟ استأجرته على 3 أشهر باسمي. الحمد لله. شادي كمان المصاري أنا رح أجيبها. خلص سارة بليز ولا؟ بعدين بنحكي بالمصاري. أنا رح أبقى عندك الليلة. عايزة أغراضي من البيت ما بعرف شو بدي أعمل. أنا بروح بجيب لك إياهم. وبتطمن على الأولاد؟ أوكي. أنت رح تبقي لحالك هون؟ لا أنا رح ضل معها لبين ما أنت كنت رجعت. ما تعطى الهم شادي. مرسي استاذ، مش رح اتاخر. سارة سامحيني، عن جد سامحيني، ما قدرت احفظ سر، رحت لعند جوزك وخبرته، يمكن هذا الشيء ساهم باللي صار. انت ما خصتك، مش حق عليك ابدا. فيني اسالك سؤال؟ طبعا. انت اتصلت فيه من سلولار خيك وسلولارك ما كان معك، يعني حافظ رقمي عن الغايب. عادة ذاكرتي قوية. سارة أنا من ساعة اللي شفتك بالمدرسة حسيت إنه بدي ساعدك. ليش؟ ليش شو؟ ليش حسيت إنك بدك تساعدني أستاذ؟ رجعنا للسؤالات الصعبة اللي ما إلها جوابات. أستاذ طارق، ليه معذب حالك هالقد؟ أنت اللي عم تسألي هالقد؟ في جواب معين حابة تسمعيه؟ في جواب معين خايفة أسمعه أستاذ. سارة ما بقتلي لي أستاذ بليز، نحن أصحاب. نحن عن جد أصحاب؟ غريبة أنت يا مرة، مش عم بقدر أحذرك، مش عم بعرف أوصفك. تظهري ساعة اللي بدك وتختفي ساعة اللي بدك، قولي لي شو بدك. بدي تقلي انت شو بدك، شو بدك مني؟